تمام سيدنا. السؤال الثاني، نادي ايران تسكن امامي وعاملين صدره في الدرج العام، يعني مش ولكن الصدره مؤذيه مؤذيه، يعني في بعض الشباب اللي هم بيشربوا خمره وحشيش يقول انت تحتيها، هل لو انا مولت الصدره السن هل عليا بذر؟ أعد سؤالك. نادي ايران تسكن امامي، ها؟ زارعين شجره في الدرج العام، وهي بيأتي بعض الشباب يشربوا تحتها حشيش ونميمه وكده، يعني هل لو انا جبت سم وسميت الشجره هل علي وزر؟ سمت الشجرة. إذا كانت تؤذي الناس فإماطة الأذى عن الطريق صدقة. تمام، هي تؤذيني انا واهل بيتي. شجرة مثمرة أو غير مثمرة؟ غير مثمرة. غير مثمرة وتؤذي تؤذيك، نعم. هل لها أي نفع؟ اللي هي نفع الأمة، بس الناس بيفوقوا تحتيها بيشربوا حش وكده يعني. هذا النفع. شجرة يا أخت عائشة، شجرة ألف ب ت ث جيم، شجرة. أيوة، على العموم بالتوصيف المذكور يجوز. جزاكم الله خير، شكرا سيدنا. الله يكرمك.